طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في 10 داونينج ستريت. كثر الحديث حول ماهية الديمقراطية في بريطانيا في الآونة الأخيرة، الإضرابات المتتالية والتخبط السياسي الذي أدى إلى تغيير 5 رؤساء للوزارة في بريطانيا في نحو 5 سنوات، مع فشلهم جميعا في معالجة أزمة البلاد الاقتصادية، يدفع الكثير كل ذلك من الناقدين الآن إلى البحث عن مكامن الخلل، ليس في السياسات الحكومية وحدها وإنما أيضا في ركائز النظام نفسه. كيف تعمل الديمقراطية في بريطانيا؟ هل تمثل إرادة الناخبين بالفعل؟ ولماذا تتاجر بريطانيا مع الخارج بقيم ديمقراطية لا تمارسها؟ الديمقراطية في بريطانيا صيت بلا معنى كما يقول البعض، وسمعة بلا دليل، وليس من الغريب أن تتصاعد ضدها الانتقادات الآن بعد فشل وآخر وجد نواب حزب المحافظين أنفسهم يغيرون رئيس وزراء البلاد أسرع مما يغيرون جواربهم، فأثاروا التساؤلات حول شرعية الأساس الذي أطاح بواحد وجاء بآخر. البعض يقول الآن إنها ديمقراطية مهترئة، ويقول آخرون إنها بضاعة فاسدة، ويقول غيرهم إنها تجارة للتصدير في المحافل الدولية وليست لاستهلاك محلي. ولكن الصورة العامة هي أنها تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول. الانتخابات البرلمانية في هذا البلد تقوم على قاعدة فوز الأول الذي يجتاز الحاجز، فإذا كان هناك 4 مثلاً مرشحين للمقعد وحصل كل واحد منهم على نحو ربع الأصوات، فإن الفائز هو الذي يحصل على الربع زائد صوت واحد، فيعود 3/4 الناخبين إلى ديارهم أذلاء مغذولين. نواب الحزب الحائز على الأغلبية هم الذين يختارون رئيس الوزراء، إذا تنازعوا أمرهم ذهبوا إلى استفتاء بين أعضاء حزبهم وليس عامة الشعب، فيكون رئيس الوزراء منتخبا إما من عصبة صغيرة أو من عصبة أكبر منها بقليل. وهناك مجلس لوردات مؤلف من نحو 800 عضو لم ينتخبهم أحد، بعضهم يتوارث المنصب كما يتوارث بقرة أبيه، وبعضهم يختاره رئيس الوزراء. وتبيع بريطانيا الديمقراطية للآخرين باعتبارها حكم الشعب، بينما شعبها المغلوب على أمره ليس واثقا متى حتى يمكن أن يملك حق المصير. أليس سوى الرداءة هي التي تجعل تاجرا يبيع بضاعة لا يشتريها هو نفسه، غير أنه جريء ويملك سطوة الادعاء وسلطة السمعة ولو كانت بلا دليل، وذلك على سبيل التضحية بجزء من الديمقراطية البريطانية لتصبح على ما يبدو في ركام الماضي. ولذلك نرى حكام هذا البلد يؤكدون وبشكل مستمر على ضرورة إقصاء أي مشاركة للمواطنين في الآليات السياسية، بل ويتهمون الدول التي تنتهك هذه المبادئ بمناهضة الحرية وانتهاك حقوق الإنسان. وهنا تأتي التساؤلات، كيف يمكن للديمقراطية أن تكون بضاعة للتصدير في المحافل الدولية وليست للاستهلاك المحلي؟ وكم هو عدد الذين اختاروا لستراس مثلا ومن بعدها ريشي سوناك؟ وما الذي يمنح القادة البريطانيين هذه الجرأة على بيع قيم لا يمارسونها؟